يعني أولا ارتفاع أعداد الإصابات كرقم هو فعلا مرتفع آخر 3 4 أيام أو خلال الأسبوع الماضي، ولكن كنسبة إحنا منذ الموجة السابقة لم ننخفض، ما نزلنا عن 10 ل 12% نسبة الإيجابي، وهذا كان أمر غير مبشر، يعني يوحي باحتمال انفلات الأمور بأي لحظة. ليش؟ لأنه منظمة الصحة العالمية بتأكد ما فوق 5% نسبة الإيجابي معناته uncontrolled city، يعني حالة غير مسيطر عليها. فإذا إحنا اليوم نعيش تبعات الموجة السابقة أكثر، يعني إذا بدنا نحكي بالزمن. ثانيا إذا بدنا نحكي عن موضوع الأسباب اللي الآنية، أكيد المتحور البريطاني ووصوله، وخليني أحكي كلمة شوي متطرفة، اكتساحه لمجمل الحالات الجديدة هو مساهم أساسي في انتشاره سواء بين الكبار أو بين الأطفال اللي صار خلال الأيام الماضية. في دراسات في إسرائيل نشرت قبل 4 أيام أو 3 أيام، 80% من الحالات الجديدة هي من المتحور البريطاني، فإذا هو بات يشكل العمود الفقري للإصابات الجديدة، وهي لأنه أسهل انتقالا للأطفال صرنا برضو نشوف كم يعني أعداد من الأطفال المرضى للأسف خلال الفترة الأخيرة. نيرف تاج اللي هي الوكالة البريطانية تؤكد في شهر 2 إنه هذه الطفرة ليست فقط أكثر عدوى وإنما أكثر إمراضية وأكثر فتكا، وبالتالي للأسف إحنا نتوقع تأثر المرضى بطريقة أشد، وهذا اللي عمالك بتشوفه اليوم إنه بنطاق ضيق وصلوا المرضى للرعاية المكثفة أسرع وأكبر وأكثر. ثانيا تشوف حالات أشد عند الأطفال وهذا للأسف. ثالثا الوفيات كرقم في النهاية للأسف، نسأل الله أنه يحمي الجميع، ولكن متوقع أنه تكون أعلى. في ظل انتشار كورونا واللي بنسمعه كثير عن التحورات الجديدة، السلالات البريطانية أو الإفريقية أو غيرها، الكل خايف على الأطفال، في حين أنه لم يثبت أي ضرر أكثر من الكورونا العادية على أطفالنا. التحور الجديد طبعا هو مش سلالة جديدة أو أنه والله صار طفرة، هو تحور. التحور هو عبارة عن تغير الفيروس. التحور لما بصير في فيروسات الـ RNA عادة يا إما بكون أشد خطورة أو بكون أشد انتشارا، هو اللي صار أسرع انتشارا. طبعا هذا وارد في الأطفال وفي الكبار، في حين أنه لم يثبت ولم نلاحظ من خلال حياتنا العملية خطورة على الأطفال، ما زالت الأعراض هي نفسها، حاجة الأطفال لدخول المستشفيات من فضل الله قليلة، نسبة الوفيات معدومة في كل العالم. ففي ما في داعي أنه نخاف على أطفالنا، إلا أنه بدنا نتعامل بحذر ونلتزم بإجراءات الوقاية العامة عشان الأطفال ما يكونوا هم ناقلين، بحكم أنه ما بكون عندهم أعراض ممكن يكونوا ناقل جيد. والمبشر كمان في الموضوع انه الطفل لما يكون ما عنده اعراض او حتى الكبير ما عنده اعراض، حتى نسبة نقله للعدوى بتكون اقل من الاخرين. طبعا بالنسبة للحد من انتشار الفيروسات، كثير من الدول اتخذت اجراء باغلاق المدارس والروضات وحتى الحضانات. هل هو قرار صائب او لا؟ هذا بيعتمد على البلد. يعني فعليا اذا الاطفال انا فعليا منعتهم من المدارس وبنفس الوقت التزموا بيوتهم ممكن يكون مفيد، بس اذا انا منعت الاطفال من المدارس وبنفس الوقت هم عمالهم منتشرين بالشوارع بالحارات بالأسواق، هذا فعليا مش رح يكون مفيد، بالعكس ممكن تكون المدرسة زي ما بحكوها بتلم الأطفال وحتى بتحد من حركتهم. فبالتالي هذا حسب بلدك اللي انت قاعد فيه. ببلادنا مع الأسف الشديد انه ما رح نلاحظ انه إلها اي فايدة.